من موجز الأخبار ننتقل إلى أبرز الصحف التي صدرت في تاريخ اليوم. البداية مع صحيفة الجمهورية: بري للجمهورية فعلت الماكسيموم رئاسيا، وهذا رأيي في توقيف سالمة. تدرك عين التين أن مسار المواجهة الحالية والمصرية مع الاحتلال سيكون له التأثير الكبير على مستقبل الإقليم وتوازناته، إنما من دون أن يكون معنى ذلك إبقاء لبنان معلقا أو عالقا على رصيف الانتظار، خصوصا أن رئيس المجلس يعرف أن هذه الحرب قد تطول أكثر بسبب عناد نتنياهو وتعنته. ولذلك هو يكرر أنه وحزب الله لا يربطان استحقاق رئاسة الجمهورية بها، بل لعله يعتبر أن التعجيل في انتخاب الرئيس من شأنه تحسين قدرة لبنان على إدارة مرحلة الحرب وتداعياتها. ويبدي بري خشيته من أن يستمر نتنياهو في الحرب حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لحسابات شخصية وسياسية تتصل به، ويشير إلى أن نتنياهو بات ناخبا أساسيا في الانتخابات الأمريكية التي تبدو المنافسة فيها على المنخار بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، وهو يحاول أن يستغل هذا الوضع للتمادي في حربه العسكرية ومناوراته السياسية. ويرجح بري أن رئيس حكومة الاحتلال لا يريد أن يهدي الحزب الديمقراطي أي إنجاز قد يستفيد منه في المعركة الرئاسية من نوع الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، لأنه يعتبر أن مصلحته تكمن في فوز ترامب. أما على المستوى من الملف الرئاسي فيوحي بري بأن الأمور لا تزال تراوح مكانها في انتظار ما يمكن أن يسفر عن التحرك المحتمل للخماسية بعد لقاء الرياض بين السعوديين والفرنسيين. كما يلفت بري إلى أنه من جهته لم ينتظر الخارج، بل فعل الماكسيموم لتسهيل عملية إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأبدى كل مرونة ممكنة عبر مبادرته الحوارية الرئاسية لتدوير الزوايا وملاقات الآخرين في مساحة مشتركة، إنما من دون أن يلقى التجاوب المطلوب، مضيفا ما بعرف شو فيه أعمل بعد أكثر من هيك. وحين يسأل عن موقفه من توقيف الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامي، يفضل بري عدم التوسع في إبداء الرأي على قاعدة تمسكه بفصل السلطات وعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية، مكتفيا بالقول فليأخذ القضاء مجراه ونحن سنحترم قراره أيا كان. ننتقل إلى صحيفة اللواء: نتنياهو يهرب إلى الأمام، معركة لبنان اقتربت. السؤال الخطير: هل اقتربت الوضع في الجنوبي عند الحافة الحدودية من دخول اختبار الحرب الموسعة أو المحدودة بقرار إسرائيلي لتغيير الوضع في شمال إسرائيل، بما يسمح بعودة المستوطنين النازحين إلى مستوطناتهم التي فروا منها تحت وطأة القصف الصاروخي والمسيرتي والمحلقات الانقضاضية التي تطلقها المقاومة في الجنوب في إطار ما عرف بحرب المساندة للمقاومة الفلسطينية في غزة؟ هذا السؤال يدخل دائرة الغرف المغلقة ولا يقتصر على الطرفين المفترضين للحرب الجديدة إذا وقعت، بل يتعداه إلى عواصم إقليمية ودولية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا ودول غربية وأوروبية وأخرى. وبمعزل عن التهديد الإسرائيلي المستجد على لسان رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو، فإن الوقائع الميدانية تشير على دخول الحرب في الجنوب مرحلة دقيقة في ضوء ارتفاع وتيرة التصعيد عبر توسيع جغرافيا الغارات واستهداف المدنيين الآمنين والفرق الصحية والإسعافية، كما حدث في قرية فرون عندما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على فريق الدفاع المدني الذي ذهب لإطفاء الحرائق في الحقول والأشجار في خراج البلدة، فأدت إلى استشهاد 3 من المسعفين وسقوط بعض الجرحى. فقد هدد نتنياهو لبنان مجددا وصفا الحزب بأنه الذراع الأقوى لإيران، وكشف خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي وقوى الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال ولا يوجد احتمال لاستمرارنا بهذا الوضع، مشيرا إلى أنه ملتزم بإعادة جميع السكان في الشمال إلى منازلهم. وهدد عضو الكنيست باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ويحظر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي للدفاع المدني في فرون فضلا عن قصف المدنيين في غير بلدة وقرية في لقاء الرئيس ميقاتي مع سفراء دول مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولياتهم في ضوء تمادي العدوان الإسرائيلي وفي ضوء الشكاوى المتكررة التي قدمها لبنان ضد الاعتداءات المستمرة منذ 11 شهرا ضد الجنوب ولبنان. وسيطالب الرئيس ميقاتي السفراء بتحرك دولهم لردع إسرائيل عن عملياتها الإجرامية.